طبعا مشاهدينا هننتقل من حالة الجو لحالة المرور، ومعانا المقدم وائل عجاج المشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة. صباح الورد يا فندم، وعايزين نتعرف على حالة المرور النهاردة. صباح الخير لحضرتك يا فندم، ويوم جميل ان شاء الله، وصباح جميل على حضرتك السادة المشاهدين. احنا الحمد لله دلوقتي حتى الان الحالة المرورية على مستوى القاهرة وكافة المحاور حتى الان مرضية تماما، مفيش اي مشاكل، مفيش اي معوقات مرورية حتى الان. هو فقط بس كان عندنا من حوالي ربع ساعة مصادمة مع منطقة اسفل نفق الازهر القادم من مناطق صلاح سالم والمتجه لمناطق الاوبرا، وتم الانتهاء منها وتم الحمد لله سحب السيارات، لكن هو الحمد لله مفيش اي مصابين، وسحبنا السيارات وحطها دلوقتي مع مناطق من الاوبرا وبنسحب الكفاف. بعد ذلك الحمد لله المحاور كلها كويسة حتى الان، يعني حتى الظروف الصباحية يعني على المهرس حتى الان ما بدأتش، ولكن ان شاء الله هو في خلال نص ساعة اللي جاية دي هتشهد المحاور بعد كده الكثافات نتيجة لفترة الذروة الصباحية، ولكن ان شاء الله هتبقى تحت السيطرة. بالنسبة لكافة المحاور بصفة عامة عندنا مازال محور صباح سالم ومحور عروبة بيعمل بكفاءة عالية، مفيهوش أي معوقات مرورية الحمد لله. مازال برضه محور أكتوبر المتجه لمناطق الجيزة من مناطق مدينة نصر كويس جدا، ولكن هو بيشهد بعض الكثافة بالنسبة لجاي من مناطق الجيزة اتجاه القاهرة. بننصح ان حاليا بالنسبه لاي حد هيبقى متوجه من مناطق الجيزه اتجاه القاهره يفضل معاه ان هو بدل ما ياخد من كوبري اكتوبر يستخدم كوبري الجلاء واتجاه مناطق كوبري قصر النيل ومنها الى مناطق ميدان التحرير اتجاه مناطق وسط المدينه، ومع نفق الازهر اتجاه صلاح سالم اتجاه مناطق مدينه نصر ده افضل بكتير. الحمد لله محور الاستيراد بيعمل بكفاءه، محور الكورنيش مازال حتى الان كويس. احنا الحمد لله حتى الان بصفه عامه يعني الحاله المروريه على مستوى المدينه كويسه جدا وتحت السيطره ان شاء الله. بنذكر برضو مشاهدينا بالخط الساكن لو في اي اعطال او ابلاغ عن مشاكل مروريه. بالظبط حضرتك وزير 11 45 44، وده خط الاغاثه وخط جمهور القاهره، لو في اي مشكله مروريه بتواجه اي شخص يتم الاتصال بالغرفه واحنا ان شاء الله هنبقى معاه لحد ما نحل له المشكله الخاصه دي. شكرا لحضرتك سياده النقيب وائل عجاج المشرف بغرفه العمليات بالاداره العامه لمرور القاهره.